تو شباب اهلا بيكم مرة تكسب بيت واهلا بيكم في فيديو جديد شباب وفي سلسلة جديدة في تختيم تراريا ماستر مود بس بكلاس الميج. بعد شباب ما خلصنا السلسلة اللي فاتت في كلاس الرينج وعدتكم ان احنا هنكون بنبدأ ان شاء الله سلسلة جديدة لكلاس الميج. انا واخدهم كده بالترتيب من الاسهل للاصعب بالنسبة لي. اسهل واحد بالنسبة لي كان الرينج، بعد كده الميج، بعد كده الميلي، وبعد كده السامنر. فاحنا شباب عندنا السلسلة التانية ودي تاني خطوة قبل ما نروح لسلسلة الليجندري مود. طبعا شباب لكل حبين وعاشقين كلاس الميج السلسله دي ليكو هكون طبعا بقول لك ايه هي افضل حاجات تكون بتعملها وازاي تكون بتبدا اللعبه بشكل قوي، ازاي تكون بتتقدم في اللعبه بشكل سريع جدا. كل النصايح دي واكتر ان شاء الله هتلاقيها معانا. لكن طبعا تنساش لو انت بتحب محتوى تراريا يا ريت تكون بتشترك في القناه، تشارك الفيديو دي مع اصحابك عشان الشباب عاوزين نكون بنكبر الكوميونتي والمجتمع بتاع تراريا العربي على قد ما نقدر. اللعبه صراحه تستحق كل دعمنا وكل محبتنا ليها. لكن قبل ما نكون بنعمل اي حاجه ونبدا في اي حاجه برده محتاجين شباب نكون بنفتكر اخواتنا في فلسطين في غزة. الحرب اللي هم بيواجهوها حاليا حاجة فوق التخيل، حرفيا حاجة فوق التخيل. انا مش عارف ازاي ممكن تكون في ناس ساكتة او مش واخدة بالها من اللي بيحصل. اللي بيحصل ده شباب مش حرب، دي ابادة، حرفيا دي ابادة جماعية بكل معنى الكلمة. طبيعي ممكن تلاقي ناس تقول احنا ازاي بنلعب وفي ناس بيحصل لها كده، لكن على اقل شباب ده صوتنا بيوصل. يعني انا في فيديوهاتي هنا بحاول اوصل صوت القضية الفلسطينية اكبر عدد ممكن. وطبعا شباب ما تنسوش دايما تكونوا بتذكروا اهل غزه واهل فلسطين في دعواتكم، ان شاء الله ربنا ينصرهم ويحررهم. وطبعا ما تنساش برضو تكون بتقطع اي منتجات ليها علاقه بالكيان الصهيوني وتكون بتشارك قضيه فلسطينيه. وهنفضل نقول دايما تحيا فلسطين. نعمل شباب شخصيه جديده وعاوزين نكون بقى بنسميها اسم كويس، نكون بنسميها جاندولف ملك السحر. وطبعا شباب نكون بنعمل عالم جديد هيكون ماستر مود زي ما انتم عارفين. بالنسبه للكوربشن او الكريمزن اكون صريح معاكم، بالنسبه لي اسهل لي ان اكون بروح للكوربشن عن الكريمزن بالنسبه لكلاس الميج، لان في حاجه معينه ممكن نكون بنجيبها من بايوم بتاع الكوربشن مش اللي هي موجوده في اي بايوم ثانيه. عشان كده اكون بختار الكوربشن عشان الموضوع صراحه يبقى سهل والموضوع يبقى سريع جدا في البدايه. الموضوع مش معايا بعد ايتر فولدز نهائيا، بس قبل ايتر فولدز الموضوع ده هيعمل يعني فرق كبير جدا معايا. وهنكون بنسمي العالم بتاعنا بالستاين ويندوز كرييت. طبعا انا عامله ميديوم، مش عاوزه لا كبير قوي ولا صغير قوي. بمناسبه شباب في السلسله دي انا مش هكون بعتمد على البنا زي السلسله اللي فاتت، انا صراحه ما عنديش وقت للبنا. لو في وقت هكون طبعا ببني لكم كام حاجه كده لزاز، لكن لو مفيش وقت هكون بعتمد بس للتقدم في اللعبه والحاجات اللي احنا محتاجين نكون بنعملها بالخطوات بتدريجيا كده. لكن البونه ما اقدرش اوعدكم قوي باي حاجه ضخمه قوي للدرجه دي يعني. اوكي شباب، بدايه جديده وفي عالم جديد. اول حاجه زي ما انتم عارفين هتكونوا بتعملوها انك تكونوا بتكسروا خشب. هنكون بنعمل كرافت للورك بنش، نحط الورك بنش بتاعنا كده اهو. هنكون بنعمل سريع كده الود ارمور كايرلي ارمور، حاجه في البدايه عشان نقدر نكون بنحمي نفسنا بيها. بما ان احنا شباب ما عندناش اي حاجه الاسلحه دي ممكن نكون نستعملها، هكون برمي طبعا السورد بتاعي، نرمي السورد بتاعنا كده اهو جميل. وهكون بعتمد الشباب على ايه؟ على الادوات بتاعتي. بالاضافه انا مش عاوز اكون بعمل دمج، انا عاوز اكون الباشا ده هو اللي يخليه يعمل لي الدمج. لو سمحت اضربه هو. ايوه مش عليا انا، عليه هو. اضربه يا اسمك ايه انت؟ براندون. اقتل السلايم. برافو عليك، برافو عليك. ضربه تاني اهو، نجمع برده الازهار دي. نايس النجيل. زي ما شفتوا يا شباب انا بحاول اكون بعمل زي بيت مؤقت للبدايه اقدر اكون بقعد فيه واخلي الباشا اللي معايا ده يقعد فيه عشان بعد كده نكون بننزل للمايننج. طبعا بعد ما بنيت بيت بسيط قوي كده الجايد كان لازم يطلع ويموت بره، كان لازم، ما كانش قادر يقعد في امان هنا، لا كان لازم يطلع يموت، كان مفكر نفسه هيركليز. ما علينا، انا عن نفسي مش عاوز اكون بفتح لدول نهائيا. مهمتي يا شباب الاولى اني اكون بدور على المعادن. فعشان كده لو تلاحظوا ان هنا عملت اوضه فيها الفيرنس، الورك ستيشن او الورك بنش بتاعي، اكون بحط برده حبه صناديق هنا اقدر اكون بخزن فيها الحاجات دي كلها. فدي يا شباب تبقى اوضه الكرافتنج بتاعي. بالاضافه عملت هنا زي الخندق بتاعي اللي هكون بنزل اعمل فيه مايننج. فطبعا شباب زي ما انتم عارفين زي اي حد بيلعب تراري عارف اهم حاجه في المايننج انك ما تموتش بسرعه. غير كده انا بحفر هنا لقيت صندوق موجود جوه الميه، فلو فتحناه الاجلت اوكي وماله كوينز اوكي لوت اول نايس حبه ليت بارهم ونمسك كده ده عشان ننور لنفسنا. بالاضافه عاوز اكون باخد الصندوق ده لو سمحت. يس اول صندوق ليا. بشب هنا لقيت حبه تنجستن بدري بدري كده. انا بالنسبه لي شباب بالنسبه لكلاس الميج عاوز اكون بدور على الجولد. هو اول لايف كريستال، اول لايف كريستال نعمل كده اهو. حلو اللي كده عملنا اوضه النيرس هتكون بتجيلنا. بالاضافه هنا لقيت حبه سافاير، لقيت حبه هنا ليد، تقريبا ده بلاتينيوم يا شباب ده بلاتينيوم. ونجمع حبه توباز، حبه تنجستن برده اهو، ونكسر الشجره دي، نهرب من السلايم، على السلايم ده عشان ما يجيلناش، ونجمع البلاتينيوم ده. اوكي شباب احنا وصلنا لحد الكوربشن هنا، نجمع برده حبه رمله وشب الانبوم كده بقى متفجرات هيكون بيجيلنا. ده اهم حاجه بالنسبه لي. بعد تقريبا ساعه من المايننج ده اللي انا قدرت اكون بجيبه. اهم حاجه بالنسبه لي هو البلاتينيوم اور ده. بناخد ده كده اولا، معايا الليد اور
معايا حبه كلاي، معايا حبه اميثيست، ايميرالد، سافاير، توباز طبعا، وثلاثه لايف كريستالز. نكون بنعمل كده اهو. كده كام هيلسي؟ 160 180. ده اللي هيكون بيقف لحد كده، مش هكون بزوده لحد كده غير لما اكون ببتدي احارب الايف كاثول. بس انا زي ما انتم شايفين بحاول اجمع الفولنج ستار. اجري مجري اجري مجري اجري مجري اجري اجري اجري. اوكي ليه؟ عشان اقدر الشباب اكون بزود المانا بتاعتي باني كلاس ميج. فاولا نكون بنسيح كل المعادن بتاعتنا طبعا فيها البلاتينيوم. حتى الان ما عنديش القدره اني اعمل اي سلاح ميج. الموضوع فعلا صعب في المايننج، مش عارف ادافع عن نفسي. اكيد في طريقه. تعال انت كده يا باشا نروح على كرافتنج. لو انا حطيت الايميرالد هنا يا الستيف ايميرالد محتاجه 10 تنجستن و8، يبقى احنا شباب محتاجين التنجستن. اعتقد برضو ان كان معايا تنجستن هنا، معايا حبه هنا ومعايا حبه هنا. اوكي اخي يا شباب نكون بنعمل اول سلاح لينا بالنسبه لكلاس الميج. بس طبعا هيكون بيضطر ان احنا نروح ندور على حبه ايميرالد تاني او حتى حبه روبي. احنا ممكن نكون بنعمل الايميرالد جيم كوين ونزرعهم، بس ما عنديش وقت الصراحه. فعلى الاقل اكون ببتدي اعمل البلاتينيوم ارمور او القطعه اهي. بعد كده باقي القطع نعملها من ليد مؤقتا عشان فعلا محتاج ديفنس. بالاضافه بان معايا دلوقتي حبه هيلث حلوين، وشايل حب برضه حبه فلوس، ومعايا البامب ده. شباب يقول لنا ايه؟ يقول لنا ان احنا دلوقتي ممكن نكون بنروح نعمل حبه كام بيت للام بي سي عشان يكون بيرزبنوا فيه براحتهم. وكمان الشباب نص ساعه عدت، عملت هنا 1 2 3 4 5 6 7 بيوت للام بي سي. كل بيت هنا ينفع تسكن فيه عادي جدا. طب انت لو عاوزكم تقف فيديو تشوف المقاسات بتاعت البيت ده، بسيطه جدا، عباره عن 4 في العرض بقى على الاقل 10 بلوكات في الطول. بده شباب جنب اوضه الكرافتنج هنا انا فتحت هنا الجزء مخصص ليه؟ ايه؟ لزراعه الاعشاب المهمه. ومعايا هنا 8 هير باجز انا جبتهم من الصناديق، فلو فتحنا ده هيكون بيديني شباب كل البذور اللي انا محتاجها. بنمسك كل ده كده نعمل سور. اوكي بلينك روت مهمه جدا بالنسبه لي عشان السبلانك بوشن والمون جلو برده والووتر ليف. فنزرع دول هنا، دول جنبيهم ودول جنبيهم. نزرع برده حبه ديث ويت وحبه فاير بلاسم وحبه دي بلوم. دلوقتي ممكن نكون بنعمل المنشار، نحطه هنا كده، ونعمل اللوم نحطها هنا برده. فكان نكون بنعمل 5 من السيل، ونعمل السرير بتاعنا ونثبت السبون بوينت بتاعتنا هنا، وننام مثلا لحد الصبح. رجعت شفت لحظه انا جبت الايميرالد اللي انا محتاجه. فلو جينا هنا كده ممكن نكون بنعمل الايميرالد ستاف. ده اول سلاح ميج ممكن نكون بتعمله. وبعد ما جبنا البلاتينيوم اللي احنا محتاجينه ممكن نكون بنعمل البلاتينيوم بيك اكس مكان الكار بيك اكس التعبانه دي، وبرده نعمل قطعه تاني من البلاتينيوم ارمور زي البلاتينيوم هيلمت ونبدلها مكان الليد هيلمت. دول شباب معايا كل حاجه تقريبا. محتاجين نكون بنعمل حبه ستيكي بوم، وهكون بروح يا شباب على بايوم الكوربشن لهدف معين. زي ما قلت لكم احنا عندنا خطه، الخطه دي تتراوح على بايومين مهمين، بايوم الديزرت، بايوم الصحراء، او حتى بايوم الكوربشن. ليه؟ لان احنا لو كسرنا الشادو اورب، على الاقل كسرنا 2، مش هنكسر التاش عشان مش عاوزين نكون بنرزم ايتر فورس، لكن لو كسرنا 2 عندنا فرصه ان هو يجي لنا سلاح الفايل ثورن، وده برده سلاح مهم جدا لينا. تاني خطه ان احنا نكون بنروح على الديزرت، لان احنا محتاجين سلاح ميج مهم جدا من الديزرت. وانتم عارفين طبعا الاندر جراوند ديزرت او الكهوف في الصحراء فعلا حاجه صعبه. وشباب نسيت اقول لكم برده ان انا لقيت الكلاود ان باتون، ولقيت الشو سباي، لقيتهم في الشيستات تحت. ويا جماعه شباب الفولنج ستار اللي احنا محتاجينها، فدلوقتي ممكن نكون بنعمل حبه مانا كريستلز 4. نعمل كده اهو. دلوقتي شباب معايا 100 مانا ومع الستيكي بومب. يا شباب دلوقتي بقى ممكن نروح على بايم كوربشن ونشوف حظنا. لو حظنا حلو هنكون بنجيب السلاح ده، لو حظنا وحش مش هنعرف نكون بنجيبه. في كده حاجه، لو حتى ما عرفناش نكون بنجيبه دي مش نهايه العالم. ممكن نروح على الخطه البديله اللي هي بايوم الصحراء، بس انا عاوز اكون بجيب السلاح ده الصراحه قبل بايوم الصحراء. والفكره برده ان بايوم كوربشن قريبه قوي مننا. موت الباشا ده اول زائر لينا، وزي ما انتم شايفين يا شباب اول حاجه لينا هنا او اول مع صح اورب عاوزين نكون بنكسره. نقتل ده برده، نايس كده اتقتل. هات لي الستار دي. اول سلاح جبنا يا شباب هو الماسكت، وده اللي انا ما كنتش عاوزه الصراحه. وبعد كده متنا، فهكون بروح تاني اجرب. لكن الفكره دلوقتي ان احنا عندنا فرصه اخيره، بالاضافه ان في سلايم عماله يمطر من السما حرفيا. يلا بينا يا شباب كلكت تاني مره. من حسن حظنا ان في واحده قريبه قوي منها هنا. جميل، دلوقتي لو جينا هنا ورحنا كسرنا دي المفروض بقى تديني السلاح اللي محتاجه. للاسف تاني مره، تاني مره لا، دي تاني مره لا. وانا عندي فكره، يعني بص انا عندي فكره، لو كسرنا دي هيكون بيرزم ايتر فولتس، بس لو جبنا السلاح يبقى فداه. لا مش فداه، مش فداه، روح. اوكي الايتر فولتس ماشي، بس على الاقل جبنا الباند اوف ستار باور دي برده للميج. نكسر واحده تاني، لا للاسف. يا ترى ده عطاني ايه؟ برده شادو اور، مفيش فايده. هكون بشتري البيجي بانك. اولا شبه هكون ببيع ده مش محتاجه، الماسكس مش محتاجها، دي مش محتاجه، ده مش محتاجه، كل ده مش محتاجه. وهكون بشتري البيجي بانك، نشتري 2 من دول. ودلوقتي شباب في مهمه البحث عن الصحراء، هو ده مهمتي حاليا. نعمل لوت اول لكل حاجه ده، نجمع كل الفولنج ستارز دي. مش عاوز اموت، مش عاوز اموت، مش عاوز اموت. جمع كل ده بسرعه. الحمد لله وصلنا للصحراء. هو مش الحمد لله قوي، بس على الاقل وصلنا للصحراء. اوكي ده مدخل تقريبا، بنعمل كده اهو. وانا عاوز بس اقفل ده ورايا يب، عشان مفيش حد ينزل لي هنا. ونعمل حبه مانا كريستلز ونعمل كده اهو. تقريبا شباب السلاح اللي انا بدور عليه هو الستورم ستاف.
عارف. او ثانيه واحده منها. من حظنا ان هنا في هرم. اوكي الهرم ده ممكن نلاقي فيه حاجات حلوه قوي. هنكسر كل ده الاول. نايس. بقى ايه بقى في الصندوق هنا؟ الساند ستورم انا بطل وماله. حبه بوشنز وود وروب. وهاتلي برده الصندوق ده كده. اهو برده شباب الهرم ده مدخل ممتاز جدا للاندر جراوند ديزرت. من ناحيه محتاجين نكون بننزل لاعماق كبيره عشان نلاقي الستورم ستاف. يا شباب معايا سبلانكر بوشن نشرب ده. اوه زي ما انتم شايفين كل حاجه ظهرت عندي. هنا في لايف كريستلز. في هنا برده ديزرت فوسل لو عاوزكم بعمل الامبر ستاف برده. سلاح مش وحش. فثانيه واحده شباب هكون بعمل ماين على قد ما اقدر في الصحراء. انا عارف الموضوع ده هيبقى صعب جدا. الصحراء من اصعب البايومات اللي انت اصلا ممكن تكون بتعمل ماين فيها. اوكي شباب وانا عمال استكشف الصحراء لقيت الجبل الارمي ترازبين. فجيت هنا اكون بحاول اقتله برده بما انه هيكون بينفعنا ان احنا نكون نخلص منه. بدري اجري يا مجدي. بالاضافه طبعا زي ما انتم شايفين انا زودت هيلسي ل 300 عشان فعلا استكشاف الصحراء ما كانش موضوع سهل. كان من اصعب المواضيع اساسا. فاضطريت اكون بزود هيلسي. ما كانش عندي حل تاني. لو ترازبين طايف كسوله اكون بنزل في الكوف تحت وسهل اهي اكون بستبعدها او اكون بهرب منها. خلاص هاني 99% 100% الحمد لله. مت كتير حرفيا يا شباب. انا مش عارف الموضوع كان صعب قوي. الموضوع فعلا كان صعب بس الحمد لله خلصنا منهم. دلوقتي نقدر نكون بنرجع ونكون بنستكشف باقي الصحراء بتاعتنا. انا عاوز اكون بجيب السلاح ده اهم حاجه ونكمل شباب استكشاف الصحراء. نصيحتي ليك تكون بتعلي هيلثك اولا ل 400 فوق لان الموضوع فعلا صعب. وتستعمل برضو الايرون سكين بوشن وتكون بتستعمل الريجنريشن بوشن. الاثنين دول مهمين جدا يا شباب. اوكي يا شباب اعتقد ان لقيت الحاجه اللي انا محتاجها والحاجه اساسا اللي انا عمال ادور عليها. بالمناسبه انا مت كتير قوي في الصحراء. لو انتم مش عارفين انا حتى الان ميت 1 4 5 6 مرات بس وانا بدور على السلاح ده. هو ده يا شباب الثاندر زابر. هو ده السلاح اللي انا كنت منتظره وهو السلاح المخصوص اساسا ان انا جاي عشانه الصحراء. فبعد ما جبناه يلا على البيت. المشكله الوحيده ان هو الريفورج بتاعته مش لذيذه. فيوريوس هتكون بتطلب مني مانا اكتر. بدا شباب انا في الصحراء قدرت اكون بجيب الدوندرايف بوتس للسرعه بتاعتي بالاضافه لباستاتي عشان ان شاء الله نكون من الاريا بتاعتنا. وبالنسبه شباب للبوشنات المختصه بالميج انت ممكن تعملها بالمناسبه بمجرد دخولك للعبه. هتكون بتحتاج فولينج ستار دي بلوم مون جلو وباتل واتش. هتكون بتعمل المانا ريجنريشن بوشن. طبيعي ده اساسي لاي حد بيكون بيلعب كلاس ميج. وطبعا ممكن نكون بنعمل مع بعض الماجيك باور بوشن. ده عباره عن مون جلو ديث ويد وبرده فولينج ستار. فنعمل كده حبه مع بعض. دول شباب اهم بوشنات هتكون بنحتاجهم. بالاضافه شباب جبت الجرافيتيشن البوشن عشان نقدر نكون نستكشف جزر السماء عشان محتاجين نكون بندور على الاجنحه ان لقيناها في العالم بتاعنا. ده تقول لي مستر بيت ايه خطوتك الجايه بالنسبه للعبك في كلاس الميج؟ اقول لك بكل بساطه خطتي بسيطه جدا. خطتي اني اكون بجهز نفسي ان اكون بغلب نص بصات البري هارد مود الحلقه الجايه. ممكن اصل الحلقه دي ما تكونش فيها اي هزيمه البصات او اي حرب البصات بس الحلقه دي شويه تكون بتوضح لك ايه هي اهم خطواتك لبدايتك لكلاس الميج. فنكون بنراجع كده مع بعض على السريع وصلنا لحد فين وايه هي اول خطوات احنا عملناها. اول خطوه احنا عملناها ان احنا نكون نجيب البلاتينيوم ارمو للديفنس بتاعنا. ده هيكون بيساعدك لاستكشاف الكوف تحت. بعد ما جبنا ده شباب حوشنا ايميرالد وقدرنا نكون بنجيب الايميرالد ستاف اول سلاح لينا بالنسبه لكلاس الميج. حوشنا حبه فولنج ستارز بالليل عشان نقدر نكون بنعلي المانا بتاعتنا. رحنا كسرنا حبه اوربس في الكوربشن عشان نكون بنجيب الستار باور اللي هو الباند في ستار باور. بس للاسف ما جبناش السلاح بتاعها اللي هو الفايل ثورن. جمعنا قد ما نقدر من الاكسسوارات المهمه بالنسبه لنا. رحنا الصحراء عشان نكون بندور على الثاندر زابر. هو ده يا شباب السلاح اللي هيكون بيكمل معانا ان شاء الله. دلوقتي عندي خطوتين تانية يا شباب. اول خطوه اني اكون بدور على اجنحه في جزر السماء وده سبب ان معايا الجرافيتيشنال بوشن. وتاني حاجه اني اكون بروح الجنجل لان احنا ان شاء الله شباب قبل ما نكون بنحارب البصات هنكون بنعمل الجنجل ارمور. وده الارمور المخصص بالنسبه لكلاس الميج او لو حتى الايشنت كوبلت ارمور. لكن اعتقد ان احنا لو كان معانا الليسر مانا بوشن العادي مع الجلونج مشروم ممكن يكون بنحوله للمانا بوشن. ده اللي بيكون بيعمل لي ريستور ل 100 مره واحده. اوكي اكون بحط واحد هنا واكون بحط الباقي معايا. واقول لكم لان احنا هنكون بنعمل اكسسوار برده مخصصه للكلاس ده. وبرده شباب باي 15 من اي حجر كريم ممكن يكون بتعمل الهوك وده اساسي للاستكشاف. بعد استكشاف ربع الماب شاب تقريبا لقيت اول صندوق ليا وفيه السليسيال ماجنت. ده مش وحش ده كويس بالنسبه لكلاس الميج بس مش افضل حاجه. اتمنيت صراحه يكون معايا الوينجز او الاجنحه او اي حاجه افضل من كده. وبيبيع اللايف فورم انلايزر ده مهم جدا بالنسبه لي اساسا فاكون بشتريه. هو كل فلوسي بس مهم. وبرده تاني جزيره ليا مفيش فيها حظ فيها الريد شايني بالون مش وحش بس من غير اي حاجه تاني. محاوله تاني اهو للاسف لسه ستار فيوري مش ده اللي محتاجه. بما اني استكشفت تقريبا كل الجزر اللي موجوده في العالم بتاعي والتاني مره على التوالي في السلسله بتاعتنا ما لقيتش الاجنحه. فانا حاليا يا شباب في بايوم الجنجل عشان اكون بجيب المكونات بتاعه الارمور بتاعي. اولا زي ما انتم عارفين محتاجين الجنجل سبورس. محتاجين برضو الموت البهوات دول عشان دول مزعجين جدا.
جدا. حبيت هارت كريستال تاني ورحت شبه على بايوم الغابه عشان اكون بجيب الجانجل سبورز الستينجرز والفاينز بالاضافه للنيتشر جيف دي عشان نكون بنعمل بيها اكسسوري للميج والدور شبه عشان بنعمل بيهم الجانجل ارمور. زي ما شايفين هنا اول حاجه عاوز اكون بعملها هي الجانجل هات، بعد كده الجانجل شيرت ب 10 ستينجرز و16 جانجل سبور، وبعد كده الجانجل بانس هاي الديفنس بتاع 25 لو لبست ده قل 22 يب بس على الاقل هيديني سيت بونص 16% ريديوست مانا كوست بالاضافه هيكون بيزود لي مانا بتاعتي. يعني دلوقتي شباب معايا مانا بتاعتي 300. نزلت الكوف بتاع شويه اكون بجمع الديمونايت اور ولقيت الباشا ده الجوبلين تينكرر ميرسي على او 15 جولد، معيش الجولد ده كله ليك. حتى لما بعت الحاجات برضو معيش جولد، كون بحتاج طبعا اكون بشتري منه دي اللي هي التينكر ورك شوب، لكن خلاص بما اني انا دلوقتي قومته محتاج بس اطلع فوق اكون بعمل له بيت واكون بسكنه عندي. بالاضافه لقيت شباب الستايلست هنا كانت موجوده في عش العناكب كنت لسه هموت منهم اساسا. اعتقد كده معايا فلوسه. اوكي شباب اشتريت التينكر ورك شوب. لو روحنا وحطينا دي هنا كده ممكن لو مسكنا الساند ستورم بتاعتي اقدر اكون بعمل كرافت لي الساند ستورم انا بالون. بالاضافه لو جبت المانا بوشنز بتاعتي ومعايا النيتشر جيفت اللي جبتها من الغابه هقدر اكون بعمل المانا فلاور دي نكون بنحطها مكان التشيزل. يبقى دلوقتي شباب الجانجل ارمور حبه اكسسوار مش وحشين حلوين. اهم حاجه عندي الثاندر زابر الاميرال ستاف ودي هي افضل بدايه بالنسبه لي لكلاس الميج. انا دلوقتي شباب بكون جهزت نفسي من البوشنات من الارمور من الاكسسوري من الاسلحه كل حاجه بالنسبه لي جاهزه عشان ان شاء الله الحلقه الجايه نكون بنبتدي جلد في البصات بضمير. لان انتوا دلوقتي لو مش عارفين الايف كاسول هيكون بيترز من عندنا دلوقتي عاوز يكون بيسلم علينا باشا كده مش هكون بحارب دلوقتي لازم اكون بحارب معاكم بس ان شاء الله الشباب ده كله هيبقى الحلقه الجايه. فطبعا ما تنسوش لو انت لسه جديد في القناه تكون مشترك لو عجبك الفيديو تكون سيب لايك وطبعا لو الفيديو عجبتكم ما تنسوش تكون بتشيروا مع اصحابكم. الجوبلين تينكر يا شباب وصل عندنا ممكن نكون بنعمل ريفورج للسلاح ده لان السلاح ده صراحه تعبان. او الايف كاسول وصل وصل باي 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 باي